اهلا وسهلا بيكم على قناة طبيب اطفال. معاكم الدكتور محمد دسوقي، اخصائي طب الاطفال وحديث الولادة. هجاوب النهاردة على سؤال بعض الامهات: هل صفار البيض بيسبب تأخر النطق والكلام عند الاطفال؟ خليكم معانا. في الحقيقة السؤال ده اتكرر كتير جدا جدا في الاسئلة اللي بتبعتها لي الامهات كل يوم: هل صفار البيض بيأخر النطق وبيأخر الكلام عند الاطفال؟ الحقيقة الكلام ده غير صحيح تماما. انا معرفش مين اللي نشر الاشاعة دي بين الناس، لان الموضوع شكله فعلا منتشر قوي، يعني كتير من الامهات بيسألوا على الموضوع دون، وشكل فعلا دي اشاعة منشورة ما بين الناس، فكان لازم اطلع اصحح المعلومة. صفار البيض ما بيأخرش النطق ولا الكلام عند الاطفال، الكلام ده غير صحيح اطلاقا. صفار البيض لا يؤخر النطق ولا الكلام عند الاطفال، الكلام لكل الناس. صفار البيض آمن تماما على الأطفال، وينفع نديه لكل الأطفال أول الطفل ما يتم 6 شهور. صفار البيض على العكس من الكلام دون ليه فوائد عظيمة جدا للأطفال، ده بالعكس ده بيساعد الأطفال على الكلام والنطق، ده لأنه غني جدا بالفيتامينات والمعادن اللي بتساعد على النمو العقلي للطفل وزيادة قدراته العقلية والذهنية وزيادة تطوره العقلي، واللي منه الكلام. يعني الطفل اللي تطوره العقلي وقدراته العقلية كويسة بتبقى عملية النطق والكلام عنده أحسن، وبتحصل في ميعادها، وممكن تحصل بدري عن كده كمان. يبقى صفار البيض ما بيأخرش النطق ولا بيأخر الكلام، وكمان ليه فوائد عظيمة جدا، أشهرها إن صفار البيض غني جدا بفيتامين د والكالسيوم، علشان كده بيقوي عظام الأطفال، بيخلي الطفل يسنن في ميعاده ويقعد في ميعاده ويحبي ويمشي في ميعاده. الحاجة التانية فيتامين د بيقوي الشعر وبيقوي الضوافر وبيحافظ على صحة البشرة. الحاجة التالتة صفار البيض غني جدا بالحديد، وده بيمنع الإصابة بالأنيميا وفقر الدم، وكمان بيعالج حالات الإصابة بالأنيميا. الحاجة الرابعة صفار البيض فيه سعرات حرارية عالية جدا، وبيستخدم بكفاءة لتسمين الأطفال وزيادة وزن الأطفال. وهنا لازم اقول ان احنا مش لازم نقدم صفار البيض للاطفال بشكل مسلوق، ممكن نقدمه مسلوق ونحطه في اكل الطفل، سواء هيبقى زبادي او رز وشوربة او اي حاجة تانية نعرف نحطها في اكله، لان في بعض اطفال لما بندي لهم صفار البيض المسلوق بيلزق في اللسان وبيلزق في الحلق وبيبقى مضايق الطفل. فنقدر نحط صفار البيض على اي اكل تاني والطفل ياخده في خلال الاكل، وكمان ممكن نقدمه بشكل مقلي، يعني ممكن نقلي صفار البيض ونديه للطفل، وكمان ممكن ندخل صفار البيض في اكل الطفل بشكل مختلف، يعني ممكن ندخله واحنا بنعمل كيك، واحنا بنعمل بيتزا، واحنا بنعمل مكرونه بشاميل، يبقى بندخله في اكل الطفل. وزي ما قلنا صفار البيض مسموح بيه ابتداء من عمر 6 شهور، لكن بياض البيض بيتاخد بعد عمر سنه، لان السؤال ده انا اتسالته كتير. صفار البيض مسموح به من عمر 6 شهور، لكن بياض البيض من عمر سنة، وده لأن بياض البيض بيبقى فيه بروتينات تقيلة جدا على الكلى، وبتبقى صعب شوية في هضمها وامتصاصها، وساعات بتسبب حساسية طعام لبعض الأطفال، علشان كده احنا بنأجل بياض البيض لبعد عمر سنة، لكن صفار البيض بيتاخد من عمر 6 شهور. المعلومة الأخيرة اللي لازم أنبه عليها، لما نيجي ندي الطفل صفار البيض سواء مسلوق او مقلي لازم يكون مستوي او مطهو كويس جدا. ممنوع ندي الاطفال صفار البيض الني او النص مسلوق او اللي مش مستوي كويس، وده لان صفار البيض في بعض الاحيان ممكن يحتوي على ميكروب السالمونيلا المسبب لحمى التيفويد. لكن لما بنسوي صفار البيض او بنسلقه كويس او بنسويه كويس او بنقليه كويس، الحرارة نفسها بتموت ميكروب السالمونيلا او اي ميكروب موجود في صفار البيض. يبقى بلاش ندي الطفل صفار البيض الني او النص مستوي، لازم يكون مستوي كويس جدا علشان ما ينقلش للطفل اي ميكروب. هأكد تاني، صفار البيض ما بيأخرش النطق عند الاطفال ولا بيأخر الكلام، بالعكس ده بيساعد على زيادة قدرات الطفل وعلى النمو العقلي للطفل، وممكن يخلي الطفل يتكلم كويس من خلال تعزيز النمو العقلي. لازم نعمل شير للفيديو دون علشان نقضي على الإشاعة أو الكلام الخاطئ اللي بعض الناس بيرددوه. ده كان الفيديو بتاع النهاردة، يا رب يكون عجبكم. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتدوسوا على زرار الجرس علشان يوصل لكم فيديوهاتنا الجديدة أول بأول. بشوفكم إن شاء الله في الفيديو الجاي،
وانتم بخير وسلام وامان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.